تفاصيله مدهشة، لكنهم عاشوا حياة لم تكن كمياه حوض راكدة. مهما اختلفنا حول ما فعلوه، قد عاشوا وها صرنا نقلبهم هنا ورقا وصفحات، وعاشوا في عروق الوقت في كنف المغامرة التي تعطي وتأخذ. إننا لسنا جميعا في قطار الليل، منا من يحب ويكتفي بيد تلامسه، ومنا من يموت مقاتلا من أجله ويموت مبتهجا، ومنا من يصير حكاية ليقال كان مولها، والآخرون على رصيف العمر ينتظرون ما تأتي به أيامهم نظارة في مسرح يمتد كالجسر المعلق. إنها وقت ومعترك، جنون الورد في تشرين، رائعة معاني الانتصار على الرتابة وانتظار الظل أن يأتي، وتدهشني التفاصيل التي خلقت فضاء واسعاً.